بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه،
فبصرت بي عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمي كي تقض عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا أعلمون. نشرع بإذن الله عز وجل في مدارسة تلك القصة القيمة وتناول ما تيسر مما جرى بين ولي الله عز وجل موسى وعدوه فرعون. ونحن إذ نتناول سويا بإذن الله جل وعلا تلك القصة المفعمة بالدرر والعبر والفوائد، نرجو ونلتمس بذلك أن نقف على واجبنا ودورنا ونحن نواجه وتمر بنا تلك اللحظات الحاسمة والساعات المصيرية التي نواجه فيها أشكالا وألوانا وأنواعا من الصد عن سبيل الله. والصد عن سبيل الله خصلة شيطانية ووصف لازم للمشركين والمجرمين، وهكا ثلة من الآيات تشهد بذلك وتبين الأهوال والفظائع والعظائم والشدائد الشديدة التي تنتظر كل من أدين بذلك. يقول الله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. ويقول جل وعلا قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. ويقول ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويقول جل وعلا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. ويقول في معرض التهديد والوعيد وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وفي مشهد من مشاهد الآخرة يشهد باللعنة على القوم يقول جل وعلا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار
أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. ولهؤلاء وأولئك الأبالسة محاور شتى يتوجهون من خلالهما أو من خلال تلك المحاور، ويقصدون بهما صد الناس عن الهدى ودين الحق. أما المحور الأول من تلك المحاور الشيطانية فهو محور الفزاعة وإرهاب وإرعاب من لم يدخل في الإسلام أو قل في دائرة الالتزام حتى لا يدخل في ذلك. أما المحور الثاني فمحاولات دؤوبة مستميتة مستمرة لا تكاد تتوقف، الغرض منها إرهاب وإرعاب كذلك من دخل في الإسلام، ومحاولات بشتى الوسائل والطرق حتى يخرج من ذلك. عباد الله، كما تصدى بالأمس للهدى ودين الحق فرعون وهامان وجنودهما والنمرود وأبو لهب وأبو جهل وصناديد قريش، يتصدى اليوم ويستتم المسيرة الشيطانية أفراخهم وأحفادهم وأذيالهم من الكارهين لما أنزل الله وقراصنة العقيدة ومضي الصد عن سبيل الله وقطاع الطريق إلى الله من أمثال إبراهيم عيسى وسمير رجب ومجد الجلاد وسليمان جودة ويسري فودة وعمرو أديب وعمرو حمزاوي وعلاء الأصواني وعادل إمام وإناس الدغيدي ويحيى الجمل، وكذلك غيرهم كثير من الطابور الطويل، ويقود تلك القافلة المشؤومة من الميسرة النصراني الحاقد المدعو نجيب ساويرس، ويقودها من الميسرة كذلك فكلهم يساريون، يقودها من اليسار كذلك الخواجة ابن أمريكا البار محمد البردعي، وتجد هؤلاء وأولئك يسيرون على نفس السنن ويحاولون بكل ما أوتوا من قوة صد الناس عن الهدى ودين الحق، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولهؤلاء وأولئك صور شتى في صد الناس عن الهدى ودين الحق، فتارة بالحديد والنار كما يفعل عدو الله بشار، وتارة بالبذل والبزخ والعطاء والإغراء، وتارة بالتشويه والتشهير والتشنيع ووصم الإسلام وأهله بالتزمت والرجعية والتخلف والدموية، وادعاء أن الإسلاميين متى ما وصلوا إلى سدة الحكم أو جلسوا تحت قبة البرلمان ف
فحدث ولا حرج عن تقطيع أيادي البشر وجلد ظهور البشر، وحدث كذلك ولا حرج عن تحول رغد العيش على أيديهم إلى جحيم. ومن صور الصد عن سبيل الله كذلك زلزلة الثوابت ومحاولات مستميتة لتشكيك الناس في دينهم، وشعارهم في ذلك شوش تسد، أي شوش على المسلمين عقائدهم وثوابتهم وأصولهم بنشر وترويج البدع والضلالات والخرافات وإثارة الشبهات ودعم الفكر البهائي والصوفي والشيعي حتى يقف الناس حيارى وسط هذا الزخم، لا يدري أحدهم أين الحق، لا يدري أحدهم ما هو الإسلام الذي ينجو به المرء غدا بين يدي الله، أهو الإسلام الذي ينادي به أصحاب الفكر المستنير، أم هو إسلام البهائية، أم إسلام الشيعة، أم إسلام الصوفية والطرقية، والذي يحاولون جهدهم نشره وبثه هنا وهناك عن طريق الموالد والحضرات التي يحضرها ويقصدها ويأمها ويباركها السفير الأمريكي وساسة الغرب، فضلا عن محاولة نشر التنصير والتبشير في العالم الإسلامي محاولة لتثليثه، فضلا عن المجلات الخليعة والقنوات الإباحية التي تبث العري والفجور والمجون على مدى 24 ساعة، فضلا عن تلك المحاولة الخسيسة الخبيثة التي يحاولون من خلالها تغييب الإسلام وفصله وعزله عن الحياة، وقد تكبد القوم وتجشموا ذلك لعلمهم أن الإسلام هو دين الفطرة النقية، ولعلمهم أن للإسلام من الحيوية والجاذبية والقدرة على الإقناع ما ليس لغيره من المذاهب والاتجاهات والأجندات والملل والنحل والأديان المنفصلة تماما عن نور السماء. عباد الله، حري بنا أن نجابه تلك الحملة المسعورة المسمومة متسلحين بالأمل، موقنين أن المعركة محسومة سلفا لأهل الإسلام، وأن العاقبة للمتقين، وأن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. حري بنا أن نجابه ونواجه جحافل الصادين عن سبيل الله متسلحين بالأمل. ولك أن تتأمل أخي كيف تصدر التيار الإسلامي المشهد السياسي رغم المحاولات المحمومة المسعورة المسمومة لتشكيك الناس في الإسلاميين والطعن فيهم والتنفير منهم، فما ظنك لو خلت الساحة عن تلك المحاولات الدنيئة الدنية؟ حري بنا عباد الله أن نواجه ونجابه جحافل الصادين عن سبيل الله بمزيد من الاستقامة على طاعة الله والاستعانة بالله والتضرع إلى الله جل وعلا أن يربط على قلوبنا كما ربط على قلب أم موسى
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، عباد الله، فلربما كان لنا حظ ونصيب من الصد عن سبيل الله ونحن لا نشعر، وكم من داع إلى الله جل وعلا بحلو كلامه صاد عن سبيل الله بمر فعله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: وإن منكم لمنفرين. يقول الله جل وعلا: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. أي لا تتجرأوا على الأيمان الكاذبة. فيقول قائل: الناس لو كان في دينهم خير ما تجاسروا على الكذب، فتصدون بكذبكم وسوء صنيعكم عن سبيل الله وأنتم لا تشعرون. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لمن طول الصلاة حتى شق على الناس: وإن منكم لمنفرين، فإن ذلك ينسحب كذلك على غيره. فالذي يقطب جبينه ويبخل عن الناس حتى بمجرد السلام يقال له: وإن منكم لمنفرين. والذي يشتد ويحتد ويغلظ في الموعظة يقال له كذلك: وإن منكم لمنفرين. والذي يظن الناس فيه خيرا وغيرة على دين الله وحامي حمى الإسلام حتى إذا مر بالمنكرات التزم السكوت والصمت والسلبية واللا مبالاة، وأبى إلا أن يخيب ظن الناس فيه، يقال له: وإن منكم لمنفرين. والذي يطلق لحيته أو يقصر ثوبه حتى إذا ظنه الناس إسلاما يمشي على الأرض فزوجوه أو عاملوه ببيع أو شراء أو إجارة أو غير ذلك من أنواع المعاملة ظانين أنه موسى فبان فرعون، يقال له كذلك: وإن منكم لمنفرين. والأخت المجلببة أو المنتقبة التي يجد الناس منها جلافة وسلاطة لسان وسوء خلق يقال لها: أنت المعنية بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن منكم لمنفرين. والإخوة الكرام الذين يعقون آباءهم ويهملون أبناءهم ويقطعون أرحامهم ويسيئون إلى جيرانهم ويضربون نساءهم ضرب غرائب الإبل يقال لهم: أنتم تدخلون دخولا أوليا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن منكم لمنفرين. عباد الله، اتقوا الله في الإسلام، اتقوا الله في هذا الدين العظيم، ولا تصدوا الناس عن سبيل الله بسوء صنيعكم وقبيح فعالكم. كلنا على ثغرة من ثغور هذا الدين العظيم، فليحذر كل منا أن يؤتى الإسلام أو يسب الإسلام
أو يتهم الإسلام بسببه وجراء سوء صنيعه وقبيح فعله. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم من أرادنا وأراد بالإسلام وبالمسلمين عزة فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا وأراد بالإسلام وبالمسلمين سوءا فرد كيده إلى نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وأعنا على اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.